معنا هاتفيا من اسطنبول سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. مرحبا بك يا سيد مصطفى. إذا نهاية المهلة التي ألزم محافظ البصرة نفسه بها لتنفيذ مطالب المحتجين تضع المحافظة يعني على صفيح ساخن، هل فاض الكيل بالبصريين أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. البصرة على صفيح ساخن، وكل العراق منذ احتلاله عام 2003 واستمرار هذه المظاهرات بين حين وآخر يدل من جهة على استمرار الفساد والسرقة والاختلاس على مدى واسع في أنحاء العراق من جهة، ومن جهة تعمد هذه السلطات المتعاقبة تعمدها الكذب على أبناء الشعب وتخديره بوعود زائفة لا قيمة لها في الحقيقة. في كل عام ينتفض البصريون احتجاجا على تردي الخدمات، على فقدان أو انعدام الوظائف. تظاهر قبلهم مواطنون عراقيون في عديد من المحافظات الأخرى احتجاجا على ممارسات إرهابية تمارسها السلطات المختلفة، وأخص بالذكر محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين والتأميم وديالة وأجزاء من بغداد ومن بابل. كل هذه المظاهرات تؤكد أن لا خلاص للعراقيين إلا بانتهاء هذه الحقبة السوداء التي تعصف في بلادهم منذ عام 2003. نعم، إذن اقتنع المتظاهرون عموما في البصرة وغيرها من المحافظات أن الوعود الحكومية ما هي إلا تخدير لهم. طيب، ناشطو التظاهرات أكدوا أنهم لن يسمحوا لتيار الحكمة بركوب موجة التظاهرات، هل سينفع شركاء العملية السياسية المتاجرة بهذه التظاهرات؟ كما عودنا الذين اشتركوا في العملية السياسية الاحتلالية على ركوب هذه الموجات، في هذه المظاهرات أيضا سيتسللون إليها وسيفسدونها وسيحرفونها عن مسارها الحقيقي الذي يجب أن ينتهي بقلع هذه المنظمات التنظيمات والأحزاب والسلطات الفاسدة المجرمة التي أجرمت فعلا بحق العراق والعراقيين. لكن حقيقة نحن لا نتوقع، إذا كان هذا المسار وأعني به تسلل هؤلاء هذه الأحزاب والتنظيمات إلى هذه المظاهرات، لن نتوقع منها نتائج إيجابية، لأنها ستحرف عن مسارها الصحيح الذي يجب أن تسير به. هناك حديث عن صفقة بين الكتل السياسية لإبقاء المحافظ أسعد العيداني في منصبه مقابل 3 مليارات دولار، هذه مبالغ كبيرة، يعني هل أمن السياسيون غضب الشارع؟ عندما لا يؤدي غضب الشارع إلى قلع واجتثاث هذه السلطات وهذه الشخصيات الفاسدة التي تتحكم برقاب العراقيين منذ 16 سنة وأكثر، سيأمن هؤلاء على استمرار فسادهم واستمرار إجرامهم بحق الشعب العراقي واستمرار عدم اهتمامهم بمعاناته الحقيقية، بل وضحكهم واستهزائهم بهذه المعاناة الحقيقية. إذا لم تؤدي إلى نتائج هذه المظاهرات، يعني إلى نتائج حقيقية، فسيستمر مسلسل الخداع والمساومات الرخيصة والابتزاز، وستسوف الوعود، وبالتالي سيرجع المتظاهرون إلى بيوتهم ثم يعودون بعد أشهر عندما يكتشفوا حقيقة ما يجري من تسويف للوعود ومن كذب على هذه الجماهير القاضبة. لكن الناشطين والمتظاهرين أكدوا عزمهم الاستمرار في هذه التظاهرات، كيف تتوقع أستاذ مصطفى أن تتطور الأمور في البصرة؟ هل ستنتقل إلى بقية المحافظات؟ أنا قلت لك أن الشعب عندما يعني يسير في هذا المسار يجب أن يصل إلى منتهاه ويقلع هذه
التنظيمات والأحزاب والشخصيات والسلطات الفاسدة. هذا ما رأيناه في بلدان عربية شقيقة مثل السودان والجزائر وغيرها، لكن للأسف لم نجد الأمور تسير بهذا الاتجاه في العراق. العام الماضي التهب الجنوب العراقي ابتداء من البصرة وميسان وديقار والسماوة ومحافظات أخرى أيضا، وبعد ذلك يعني تم تقديم الوعود المخدرة لهم، وعاد الجماهير، عادت هذه الجماهير الغاضبة الملتهبة غضبا في الحقيقة، عادت إلى مساكنها، لكنها بعد ذلك يعني منذ أيام نجد أنها عادت إلى التظاهر من جديد، وهذا تكرر من قبل. يجب أن يسير الشارع العراقي بمسار واحد صعودا إلى الغايات النبيلة التي يرتجى أو التي ترتجى، بدل أن يسمع كلام السياسيين الذين يعني يكذبون على هذا الشعب ويمعنون في إيذائه وتدميره وسرقته، وبالتالي يقدمون له الوعود الزائفة. يجب أن يعرف العراقيون أن أي وعد تقدمه هذه الطبقة المتحكمة برقاب الشعب العراقي لن يتحقق على الإطلاق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر.